رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر طيبة بمناسبة عيد الثورة، ثورة 23 يوليو. طبعا أنا عارف إن موضوع الدواء موضوع واخد أهمية كبرى اليومين دول. أنا حابب بس أطمن الجميع إن دي أزمة، ومش عايز أسميها أزمة، هي دي مرحلة وهتعدي. لكن عشان أقول هو سبب اللي حصل ده إحنا وصلنا له ليه، وصلنا له عشان احنا مفروض ان 40% تقريبا من كل منتج دوائي بيجي مستورد من بره، وبالتالي الجزء اللي داخل وبيستهلك العملة الأجنبية 40% من كل منتج دوائي بيتداول داخل جمهورية مصر العربية. فبالتالي كنا محتاجين ان احنا نوفر دولار علشان المادة الخام. المادة الخام عادة احنا بنجيبها من دولتين رئيسيتين، الصين والهند، وهي دي المسؤولة عن 85% من المواد الخام لكل العالم مش بس لمصر. عدم توافر العملة في الفترة اللي فاتت أو نقصها في الفترة اللي فاتت أثر على المخزون الاستراتيجي اللي موجود من العملة، سوري، من المواد الخام في المصانع. طيب هو المصنع مفروض يشيل مادة خام قد إيه؟ المصنع مفروض بيشيل 4 شهور مادة خام، 3 شهور بيبقوا مواد خام، شهر على المكنة يعني work in progress أو إنتاج يعني تحت الإنتاج، وبعدين في شهرين عند الموزعين وشهر في الصيدليات، دول 7 شهور. النهاردة كل مكان في ضغط على العملة الأجنبية وعدم توافرها كان بياخد من المخزون الاستراتيجي اللي موجود في المصانع، ده ابتدى يقل. فلما ابتدى يقل ابتدى يأثر على تواجد بعض الأدوية، احنا كنا ملاحظين ده. علشان نرجع نعيد انتاج او نعيد بناء المخزون الاستراتيجي من المواد الخام، ده اللي احنا بنعمله النهاردة. اكتر من مبادرة، طبعا في مبادرة دلوقتي بندرسها ان احنا ازاي نساعد المصنعين ان هم يبنوا مخزون استراتيجي عشان نرجعه مرة تانية لـ4 شهور. بنشتغل دلوقتي مع هيئة الشراء الموحد، وده ضلع فعال في المنظومة، ان ازاي نبني مخزون استراتيجي من المواد الخام الاساسية اللي احنا حددناهم حوالي 580 مولكيول او 580 صنف دوائي. عشان اقول هل في نقص فعلا في الدواء ولا مفيش نقص في الدواء، عشان نعرف كلمة نقص، هل النقص ده حاجة خاصة بمصر بس؟ لا، هي موجودة في كل انحاء العالم. حضراتكم عندكم اطلاع على كل الهيئات في كل الدول المجاورة، سواء في العالم العربي او في افريقيا او حتى في اوروبا. بمنتهى البساطة بتدخل على الموقع بتاع اي هيئة دواء وشوف دراج شورتج في اي دولة، سمي اي دولة، هتلاقي حضرتك ان في لستة من المستحضرات اللي ناقصة. يعني انا مش عايز اسمي بلاد بعينها، لكن بلاد كتيرة هنعمل ايه اللي هيدخل هيبدأ في خلال شهر تمام. واثنين وثلاثة يتحل، تمام. ده اللي يهم المواطن تمام النهاردة. احنا حددنا 81 مجموعة علاجية، 81 صنف دوائي، هم دول اللي فيهم النقص. النقص النهاردة علشان اقول ان ده نقص، هل مفيش مثيل ليه مادة فعالة؟ لا، في مسائل. يعني احد المواد الفعاله خلينا نسميها، مش عايز اسمي الاسم العلمي الاسم التجاري، لكن هسمي الاسم العلمي، البيزوبرانول، ده احد الادويه المشهوره جدا للقلب. رصدنا فيه نقص دوائي في 5 مستحضرات بنفس الماده الفعاله متواجده في السوق، لكن اصرارنا على ان انا اشتري الاسم التجاري هو ده اللي عامل ازمه. دي مشكله كبيره جدا، احنا لازم النهارده نغير الثقافه بتاعتنا ان احنا بدل ما نروح للاسم التجاري نروح للاسم العلمي. اي علبة مكتوب عليها الاسم التجاري وتحتيها بخط اصغر الاسم العلمي، هو ده اللي يهمني، هو ده اللي بيعالج، هو ده الفايدة هنا. فبدل ما اروح للاسم التجاري للصنف اروح للاسم العلمي، هو نفس المادة بس بدل العلبة ما هي زرقاء، ممكن تبقى علبة حمراء، ممكن تبقى علبة صفراء لشركة اكس واي زد. هو ده اللي احنا عايزين نبقى ده ثقافتنا في الوقت ده. ايه تاني مطلوب مننا؟ مطلوب مننا ان نغير حتة التخزين بتاع الدواء. النهاردة اي واحد بيحس ان الصنف بتاعه بقى بيسأل عليه في صيدلية واتنين، بقى بيخزن الدواء، بدل ما ياخد استهلاك شهر بياخد 3 شهور. دي مشكلة، دي بتسبب في زيادة الأزمة. بعض المجموعات العلاجية او بعض الادوية بعينها ليها بدائل كتير جدا محلية، انا مش لازم اروح للدواء المستورد، ممكن نروح لدواء محلي.
كل دواء مستورد ليه بديل محلي. احنا عاملين موقع على موقع الهيئة اسمه توافر، حضراتكم تقدروا تدخلوا عليه، بتكتب اسم الصنف بيظهر لك ايه المثيل بتاعه. في عندنا رقم الهيئة 15301، حضرتك بتتصل ب 15301 بيرد عليك حد من الهيئة بيقول لك الصنف ده مش موجود او موجود في الصيدلية الفلانية، بيوجهك لأقرب صيدلية، ولو مش موجود يقول لك ايه البديل بتاعه. نداء ان احنا نتجه شوية الى الاسم العلمي بدل الاسم التجاري، ده نداء، وده اللي احنا عايزين اهم فندم عايزين نقول ان احنا مع النهاردة توفير الكلام ده والخطة اللي اتفقنا فيها مع المصانع في خلال الثلاث شهور الجاية ده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي، ان اكبر عدد من الفواتير الاستيرادية للمواد الخام دخل في شهر مايو. احنا عادة بندخل في حدود 1000 فاتورة استيرادية للمواد الخام في الشهر، شهر مايو 1900 فاتورة، ده معناها ان عدد المواد الخام اللي دخلت جوه البلد هو ده اللي بيتحول الى منتج نهائي في خلال الثلاث شهور اللي جايين. نفس الشيء في يونيو وفي يوليو، عدد الفواتير اللي دخلت من المواد الخام كبير جدا. فده انا حابب اطمن ان في خلال الثلاث شهور اللي جايين ازمة الدواء ان شاء الله هتتحل باذن الله. شكرا.